هلا، اخباركم؟ اليوم نسوي تحدي تلوين السلايم باكياس التزيين. وقبل ما نبدا حابين نهني الشعب السعودي باليوم الوطني، الله يحفظكم. كل عام وانتم بخير. يلا نبدا. حجر رقم القص. حجر رقم القص. تعادل يا رمان. حجر رقم القص. مسك عيون الشفاف. ابغى ترتيبهم. خلاص يلا لون وردي مع جلتة واحلى لون صراحة. شوف كيك كنا. يلا الحين دوري. بس اغير. اشوف. والله كان احلى لون عندي. يلا. لون بني مع جلتر. واو. يلا نبدا. كأنه شكاظة. واو ما شفا صح رهيب. حتى بعد مالك الجولة الثانية. يلا يا دايس كيونش. يلا يا ترتيب. خلاص يلا خلاص. طلع لي احمر. حلو ماتش مع الوردي ولا؟ حلو. ما بيطلع لايك؟ يطلع لايك. هات يلا الحين دوري. غير ترتيب. يلا. هذا؟ طلع معي بس حلو بعد بني ما اخذه هسه يناسب. شوف ماينكرافت سلايم ماينكرافت. واو صار لايك معاه. احس الاخضر مع البني رهيب. اوه مرة طفى كان اخضر بني. هذا ما يحظ مع البني الاخضر. جولة الثالثة. يلا الحين شو تقعونش؟ يلا ترتيب. خلاص؟ يلا خلاص. حلو لونه. حس ما بيطلع حلو مع الاحمر والوردي. يلا حلو ذهبي. يلا الحين دوري. يلا. هذا. لوحة فنية. يا كنا لوحة فنية. الحين دور اللون الأسد. يلا. نفس اللون حتى القفازات. ليش حظ اليوم؟ كل مرة هالشكل. يلا هذيك مرة كان بني أخضر جليتري، الحين بني جليتري. شفاف اسود. اسعف لون ذهبي ما استخدمناه.
ما استخدمت بنفسجي. لا كنت انا روعة. يلا حظ اليوم. كل مرة اسود بني اخضر. امشي هيالة يا حرام. انت وايد حلو. ما ضعت لي الا اخر سقرة. يلا الحين نحطهم. طلع لهم بني. ايش؟ طلع لي جالكسي. انت هاي. ما شاء الله. شكله صار يا مال جالكسي. واو. الحين صب شوي شوي برسيل لما يظهر شوي شوي. عشان كتبنا وايد يمكن تحطوا له سلايم. ايه يلا. اشوف واو جالكسي. استوي لهم برسيلي. والله صراحة أنا أسوي اللون ما أعرف هاللون صح؟ جدا لون أخضر على بني شوية شوي شوي صب. لا هاي شوي شوي يحس تستريتشي. احلى شيء صراحه عندي خلط السلايم. احلى شيء وصوت السلايم صح. المعلقه تشوت يا هي صراحه بعد ستيكي تحتاج شويه برسيل وبيضه. بس صراحة حبيت قوامه مع النستيكي حبيته صراحة. تطلع الحين استوى زين. شي يا انبر انا خلاص خلصت. الله شو؟ الوقت مستعب. شوي بعد برسيل. هذا سلايمي. ها سلايمي. نسوي حين اختبار. بابلز بابلز. بس ليش حين احسه صار احلى؟ واو. بس ما شفت صراحة احلى بوايد. ستريتشي. اوه صافا. واو. ايه يلا اشوف صافا. يلا احس مالي. انا احس مالي. اوه حلو. شوفوا شوفوا وايد حلو يا. شكله صراحة رهيب. وستريتشي بعد. بعدي بس ما احس الستريتشي اكثر من ماشل شوية. صل انا مالي كرانشي ماشل ستريتشي. لا بس حلو والله وايد حلو. اوكي يلا. ما صوت السلايم صراحة. بس جس يلا حن نشوف نصنعوا كريمة هشكل. يلا حن نصنع كريمة بوبس. انتي ماش بوبس انا مالي كريم. واو يا كريم طلع شفافي كلير.
تقوي قوي. اه انا ذا يلا اعطي السلايم شفا 10 من 10. ايه انا حتى اعطي ماش 10 من 10. شكرا شفا. شي جا جا استوك انا فضي ابدا. ما المفروض شويه بنفسجي ما شفا. اوه استوك فضي اللون النتيجه نهائيه فضي. وبس هيك فيديو، ان شاء الله عجبكم. على السلامة، باي. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، اضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. في انستغرامنا، باي.